نقول المنتخب الامارات هار لك حظ اوفر، وعلى ضوء التصريح اللي شفته اليوم يعني هذا التصريح حاول يفسد حلاوه المباراه لكن ما قدر. الكل شاهد مباراه ممتعه من طرفين، شوط جنوني الشوط الاول، ان كانت السيطره في البدايه على المنتخب الاماراتي فقدنا السيطره، لكن عدنا لاجواء المباراه في اخر 7 دقائق وعدلنا النتيجه ولله الحمد. الشوط الثاني كان سجال بفريقين، اعتقد الاخ يوسف السركال طلع تصريح جريده الشرق الاوسط اللي قريت انا تعلل، احنا نرجع الى قبائل وبداوه، ولما يجيك يا سعود تعلل عندك غير التعذر، فيا ريت يراجع اللغه العربيه وشيء يوسف السركال، ويا ريت يعمل كما عمل محمد خلفان الرميثي الله يمسيه بالخير للكره الاماراتيه. يوسف السركال جول بدون فعل، الازرق جول وفعل. اليوم اثبت الازرق لا فرقه مهدي علي ولا اتحاد يوسف السركال قادر انه ياخذ نقاط من الازرق الكويتي. هذا مغرور، هذا لان احنا نثق بعيالنا، عيالنا يتعاملون بالواقع، ما نتكبر على الكره ولا نتكبر على البطوله ولا نتكبر على زملائنا. للامانه الكل يشاهد الازرق الكويتي مع جميع المنتخبات، اخوي ودي، ما عزلنا لاعبيننا لا بمطعم لا بسكن مثل غيرنا. هذا نهج يكسر الاخوه، يكسر الصداقه، يكسر المنظومه الخليجيه اللي سعت لهذه البطوله. خليجنا واحد، لكن مع الاسف بعض رؤساء الاتحادات الخليجيه وعلى راسهم يوسف السركال يحاول يكسر كلمه خليجنا واحد، لكن انا اقول له ارجع الى اتحادك واشتغل احسن لك. نبي فعل يا يوسف ونبي قول.